ضمن استراتيجية وزارة المواصلات والاتصالات لتطوير الكفاءات الوطنية وإعداد كادر مؤهل في مجال المراقبة الجوية، وقع سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات والدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لتمكين اتفاقية لإطلاق برنامج أجواء لتدريب وتأهيل وتوظيف مراقبين جويين ومهندسين في نظم الجوية، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من شؤون الطيران المدني وممثلي من تمكين وشركة سيركو وعدد من الجهات والشركات العاملة في مطار البحرين الدولي. وقد توجه سعادة وزير المواصلات والاتصالات بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتوجيهاته ودعمه بكافة المشاريع المتعلقة بالنقل الجوي، خاصة التي تتعلق بتطوير الموارد البشرية البحرينية وخلق فرص عمل جديدة. كما وجه سعادته الشكر إلى تمكين على تعاونهم في إطلاق هذا البرنامج التدريبي الذي يمنح 21 شابا وفتاة بحرينيين الحصول على شهادات في مجال هندسة نظم الملاحة ومراقبة الحركة الجوية. طبعا برنامج أجواء أحد البرامج اللي تهدف إلى تطوير الكوادر البشرية الوطنية في البحرين. احتفلنا قبل فترة يمكن في نفس المكان بإطلاق برنامج تحليق واللي يهدف إلى أعداد قادة المستقبل لإدارة المطارات. اليوم برنامج أجواء يهدف إلى إعداد المراقبين الجويين. البحرين تقوم بدور كبير في المراقبة الجوية في أجواء معلومات طيران في البحرين. تقريبا 600 ألف رحلة فوق البحرين تعبر الأجواء البحرينية، تدار عن طريق شباب وشابات بحرينيين 24/7 days شغالين على طول. فإحنا لابد أن احنا نستمر في إعداد هذا الكادر بشكل مستمر. الحمد لله عملنا مع تمكين ما قصروا، وأيضا شركة سيركو في تقريبا تدريب 24 متدرب خلال سنتين اللي راحوا، واليوم هنا قاعدين نعمل على تدريب 21 متدرب بحرينيين وبحرينيات يقومون بهذا الدور الكبير. طبعا احنا نفتخر في البحرين، البحرينية كانت أول من بدأت دور المراقبة الجوية في منطقة الخليج، يمكن إذا أبعد من منطقة الخليج، واليوم هو يقومون بدور كبير. وطبعا احنا أي شيء يعني يساعد على تنمية الموارد البشرية إن شاء الله بنشتهد فيه. عندنا توجيه واضح من سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بتنفيذ هذه المشاريع. سمو ولي العهد النائب الأول خلال زيارته لمبنى المسافرين الجديد أكد على ضرورة أن احنا نزيد من أعداد البحرينيين وتوظيفهم وتدريبهم. هو اللي بدأ بفكرة التحليق، واليوم احنا نطلق أجواء وإن شاء الله كل هذه الصب في خدمة المواطن البحريني لإعطاء الفرص للعمل اللي تساعده على أنه يعيش عيشة كريمة.